السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا مليون في كرافت ذا وورد، حلقة جديدة. على فكرة بير الماي شكله مشروع ناجح، تعدل. أشوف للحين ماي موجود، للحين موجود، بعدين كيف ما أعرف، لكن الحين موجود، الحين أمور طيبة. الحين بنسوي شيء ثاني اللي هو الوركشوب. أنا أسوي وركشوب، سمونا جهز، ونبى نمسح عليه بالشوي، ونبى نسوي مدخل للبيت، نبى مداخل بدل بالثلج. حط لكم الوركشوب هني تحت بعيد عن الهجمات، وفي يدمرونه فوق. الحين بسوي مدخل شي راهي شوي للمنظر العام، يعني يبالنا سقف. أول شيء يبالي سقف، هذا السقف يبالي ماي، كل شيء يبالي ماي، كل شيء يبالي ماي، كل حد يبالي ماي. ليش؟ والله يعني شيء، ترى البروسيس هذا بحد ذاته ملل، ترى تقعد تجمع ماي، تحطي شوي شوي بلوك 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 بلوك. لو كان في طريقة سهلة كان ممتاز، مكينة وات ايفر اي شيء، خلي يخترعوا لنا طريقة اسهل. بس اني بالطريقة هاي قاعد اسوي ماي، شغلانة والله، شغلانة بشغلكم، شغلانة شغلانة. يا الله بعفوك، وين صار؟ زين نروح. بعدنا شغلة الماي، شو خلصت الكلمات يعني. انزين شو كان يبالنا؟ ماي طبيعي، يعني شو يبالنا غير ماي؟ هاي كم طابق بسوي انا؟ بتعرفون شو بسوي عقب شوي. 1 2 3 6 الصوب الثاني 12، خلينا نسوي 18 حبة. زين ونشل شوي من الليبل، نشل من الليبل، زين ونسوي شكل ليبل اساسا روم. شو مركبة مثل عالم الناس. سوينا لكم بورتل تحت بعد، لا تفلسفون، سير شلوا الثلج وهذا ربع. ثلج بضربة واحدة بس يروح، وما يشلونه أول شيء، يشلونه عقب. ما داني الشغلة هاي، أنا قلت لكم قبل هاي اكسجين نت انكلودد كان فيها شيء اسمه برايورتي. البرايورتي شيء جميل، ليش أنا أندر أتاك وهو ما يخصه فيني أصلا؟ زين خلنا حطينا بورتل هني، ما ابغى اخلي حصان معلقه في السماء صراحه. الحين المشكله يمكن اللي واجهها مش في الحصه بشكل عام، المشكله اللي بواجهها اكثر شيء في منو؟ في المي. خلينا نمسح الليبل هذا، مو انت النمبر 1 على الوجود بنمسحه، ما نبغى هذا برايه.
متى بيون؟ ها صار يحطون ثلج، اعطيتهم يحطون ثلج وقت خاي السنة. ها شو كاربترز ما نبي الحين على البروفيشنز بعدين. انا اتصور في الخريطة الثالثة بنحتاج اكرم. ناوي ناوي يعني ناوي اسوي بيت ودنيا وهذا. زين خلاص خلي شلون سامان الحين بس مو يتوكل مو بلا شيء ثاني. في ناس ساكنة هناك. انزين انت ليش بعدك هناك؟ وين بوابتهم؟ من برايهم كل مرة قاعد اركض وراهم ما نلحق عليهم. اذا يوني يوني اذا ما يوني برايهم. يكسرون لي فيهم. ها حبة الثلج توقف تنشب لهم ما اعرف ليش. وكل ما دمرهم اسرع كل ما يكون احسن اصلا. كل ما اذبحهم بالاحرى. تعال تعال ذبحوا ابي ذبح القطوة. ذبح القطوة صح؟ من بيت القطوة مالي؟ هذا القطوة موجود جاهز حق السبون. لا امام ما مات القطوة ما مات. وين بيت الفيران هذا اللي يجون منه؟ بس خلص الحرب القطاب بعد في يقولهم شوي. لا والله دمرنا وايد منهم ذبحنا وايد منهم. افتح بورتل ثاني نشوف كم بعد في بورتل جاي. اوكي نايس هذا بروحه يا حلو ممتاز. خلنا نذبحهم قد ما نقدر. هاي اللي بيفرقون ويانا وايد. كات كات اوريدي كات. هذا مكتوب كات كات كات. نو سيزرز. اوكي دبل باكج حصلت نايس. هاي حبة كيك ما كيك هالسوالف حصلنا فيري جود. حاطين لهم بيض هني حاطين لهم بيض. بيض زين زين حق الصحة العامة زين من زين. ارمر حصل قير والله منهم قير زين نحصل من زين. الحين نبى ماي ستون ساند 93. انا اشك ان 93 بيكفون الصراحة. بس شنو اقصد ان احنا ساند مش ماي حتى. ريبليس رير بلوكس نقصنا ساند. وين ال يدار هني الإدارة هني هذا كله خشب يعتبر. نبى ساند الحين فلازم نمسح المنطقة هاي شوي. شوف كم غنم صار عندي. يعني الحين شغلتي تجميع رمل. نبى رمل نبى رمل. نسوي مدخل مدخل من هني لين هني بس مش وايد. لا اكثر شوي بسويه مدخل شوي اكبر. 92 وشوية ترى 92 وشوية يكفي يكفي لين مسافة طيبة يعني. ونبى نسوي السقف. لحظة السقف شو كان يباله؟ سقف بعد
ثلاثة غير اوكي. وين يسويه؟ هنا بيسوي اللي عواميد اول. يسوي ارتفاع ثلاثة، يسوي دار، يسوي مدخل في البيت، ويسوي الدرج اللي فوق. الدرج شو شغلته؟ بتشوف اذا بتسوي درجة بعدين بتشوف. الهدف مدخل البيت. تعال انت وين صرت هذا حبيبي؟ كم غنم عندي انا؟ والله عندي كمية من الغنم. وين صار؟ نسوي ستون وركشوب ثاني. نبي نسوي ستون وركشوب ثاني. ستون وركشوب واحد ما يكفي. وين هذا مكان عجيب؟ كل هذا ايس هناك، مش قادر احصل انا هني ايس. ابى اذبح هيل بس بعدين. الحين عندنا مهمة، مهمتنا نحن شو نسوي؟ في كيك، في عصير، في ما بحط لهم، بس شي نظارة ما بحط لهم، حط لهم كله بيض. شو في البيض؟ ليش ما ياكلون بيض؟ اللي يعان ما يتشرط، يتشرطون يعني مو بيعانين. ساند ووتر، ووتر فيه امور ما شيء زين. مدخل البيت بيكون، مدخل البيت من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع عشر 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 بيلد بلوكس. زين هذا مدخل البيت. اوكي ثانك يو كلوز. الحين نبغى نسوي نبغى ساند. ما عندي ساند. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان. شوف اثنين ثلاثة. أنا مدخل بيت. في هذا الامتداد بيكون مدخل بيت. في هذا الامتداد. الحين لازم نحسب المدخل. شلوا هذا مبا، بس شلوا هي بلد بلوكس بلد. زين بارتفاع كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. بارتفاع أربعة أوكي. بارتفاع أربعة يقزر. نبغى ساند. وايد يسولفون هاي، وايد يسولفون، ما عندهم شغل. يخرب بيتهم كم يسولفون. لا ما عندهم شغل كثر فاضيين. خلنا نطلعهم شغل من تحت الأرض. طلع لهم شغل. فاضيين تسولفون يجمعوا لهم موارد بدل الفضاوة هاي اللي فيكم. اللي تقتل بلد بلوكس. زين وين صديقي هذا؟ وركشوب. حتى وركشوب ثاني
كوكب ثاني نباليت يعني نباليت عند الوركشوب ساسينو واحد ثاني بعد يقعد يبني شوي بدل ما نحن بس واحد عندنا قاعد يسوي كل شيء في الدنيا ليش ويوقفون فاضيين شوي بعد نحن ما يسعطيهم شغل ذاك الزود خلوا اثنين يبنون عادي ممكن خلي ثلاثة يبنوا بعد مش اثنين ثلاثة فاي يطلع عليه قراص هذا ابي يعودني يعني شوي كات خل ثلاثة يسوون بعد مو مشكلة ليش ما نسوي ثلاثة أصلا يلا ها خلصون طاولات الحين حط بعد ستون وركشوب ثاني هذا شو اخباره انزين نبغى العواميد مالنا نحن سوينا عواميد وين يكون مكان هذا اول شيء واحد اثنين واحد واحد اثنين لا واحد اثنين واحد شوفوا هني هذا اساسا نطلع المبنى هنسوي كرافت حق هذا بعد ما نسوي سامونة بلد بروكس بلد بروكس بلد بعد يبالا تعال ابو ميت شوف مدخل بيت مش كلام فاضي نبغى اقول لامبس بعد حقه هنا ما بنحط ايش اسمه ما بحط التورتش العادي ليش اندر اتاك؟ اوكي المشكلة يطيح بعدين يتعلم بيلد بلوكس يصير يذبحوا الثلج الحين بيسوي له مشكلة بس مو بيسوي الثلج سيده دايركت قدامه ولا سقف بعد الوضعية تسقف شوي يعني وين صار ال ستون وركشوب مو بترابس الحين حطي واحد هني حطي فوق ليت ثلاثة ضعف الانتاج وين المشكلة دام ان عندي موارد هلا استعملهن يبالي ماي كادر ووتر كادر ووتر كادر ووتر خلي العالم كلها تجمع ماي وين الولام مالي ولام هذا هو بيكون دق خلينا نشيل الثلج اخاف تحول لكهف الحين سبت الثلج هذا كله هي بلا صيانه لحظه
زين عندي سكافولدنج وايد بيخدمني خدمة هالشي ترى. تسويه خمس طوابق عندنا سكافولدنج، خلنا نحطيه. ليش ما نحط سكافولدنج؟ شوفوا ني المدخل الصح وين ولا؟ واحد اثنين خمس ست سبع ايوه حلو ولا مسك المكان ما يضر. هاي بس اكف العواميد خلصنا منها، العواميد خلصنا شو من عنه. ميت خلصنا منها. هذا السقف هذا مدخل بيت، هذا مدخل بيت، هذا تسميه مدخل. شوفوا بعد ما كفى كله والسكافولدنج ما كفى كل شيء. سكافولدنج ما كفى حق كل شيء، هذا فقط مجرد مدخل. الحين بنحط اسلحه عقب التريو. شيل هايل، شيل هذا، نحط هذا. ايوه قياس بالضبط، قياس بالضبط يا هين. بس يشبكون اخر وحده، يبقى الارضيه اتصور ما اعرف ارضيه بقرر، يمكن ابقى سيارة داخل اخليه حق الشجر. شوف كت 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 كما في مقصات زك. اوكي مدخل الصراحة من والد والدينا في شيء اربعة. شوف المدخل اروم اضيف بعد طابق فوق، لكن احس انه ما له داعي شخصيا، احس انه ما له داعي. انتوا اكتبوا رايكم تحت هل له داعي ولا ما له داعي. بنشوف بس خلنا نضبط هذا الوضع. هذا هني وهذا هني، بيت دوارفس في الوسط بالضبط فوق هني بيت الدوارفس. شوفوا هاي يسمونه مدخل، هاي يسمونه مدخل. ابرايكم تحت ابرايكم. انا لا بحطي هذا رير بلوكس، ريبليس رير بلوكس. اوكي بندق شوية ريبليس. تعال نسوي 27 اللي ممكن اسويه هنا اصلا كبرهم مو مشكلة. اما ثلاثة ستون وركشوب مش قضية بيسون الحين.
مخلص الطابخة تحت كامل المدخل زين. وانتو عقب لحظة اكتبوا تحت انتو شو رأيكم في المدخل، يبالي اضافة، يبالي سيستم تعنيزي، اريد اضيف بريكس تحت احمر وارد احط فوق طبقة ثانية، اسوي فيه ديزاين ولا سمبل انتري نفس هذا يكفي؟ انتو اكتبوا رايكم تحت في الكومنتات. الحين هذا المدخل مالنا، هذا المدخل بس قياس اللي تضاحب، بس ليش قياس اللي تضاحب؟ ثمانية هني ثمانية هني، يعني اذا هني هي ريموف واللام، لا ليش ريموف؟ واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد، في قياس شوي ضيعته انا من صوب، بس انا ما بهايله، ليش اشر لهم كم ما يقدرون يوصلوا له اصلا. زين ويا ما اكثر الرطوبة تحت، الرطوبة تذبح 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 الرطوبة هاي من الخاطر. انزين هذا كان عندنا حاليا رسميا مدخل البيت، مدخل البيت هذا بعدها ما اعتقد انه مكتمل، لان اذا حلو بيكون شو اذا يحطي تحته، سويت بريك سنة صح، اسوي بريك وول اكمل احمر وانفلر، بعدين ارد احط طابق ثاني بيكون صدق طر، صدق 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 بيكون طر، بس انا بغيت سمبل انتري. اكتبوا رايكم تحت، اكتبوا انتم شو تفكرون، شو الافكار اللي موجودة. طبعا البناء وهذا وتحت والديكوريشن داخل، نبدأ بالجزء الأخير كله، الخريطة الثالثة بإذن الله بجيبالها شوي وقت بس بنبدأ فيها. المهم هاي كانت حلقة اليوم، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.